يا سيدي ومولاي يا سيدي الشيخ ناظم مدد يا رجال الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم من كل ذنب ومعصية من كل ما يخالف دين الإسلام من كل ما يخالف الشريعة من كل ما يخالف الطريقة من كل ما يخالف الحقيقة من كل ما يخالف المعرفة من كل ما يخالف العزيمة يا أرحم الراحمين يا الله اللهم يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رابطة الشريفة سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوات الشريفة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 سورة الانشراح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب فارغب. الله أكبر. سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
ونحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين صلوات شريفة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 اللهم صل على
محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كلنا أجمعين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. آمنا بالله صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين وخدماء شرائعهم وإلى أرواح الأئمة الأربعة وإلى أرواح مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية خاصة إلى أهل الخواجان الفاتحة. آمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. لا إله إلا الله. محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله. محمد صفي الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله. محمد ناجي الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله. محمد النبي الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله. محمد خليل الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله. محمد كليم الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله. محمد شفيع الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله. محمد حبيب الله عليه الصلاة الله. لا إله إلا الله. محمد عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام وإلى أرواح سائر ساداتنا الفاتحة.
Allah, 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 Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allahu Allah haqqa, Allahu Allah haqqa, Allahu Allah hayy, Allahu Allah hayy, Allah hayy ya qayyum, Allah hayy ya qayyum, Allah hayy ya qayyum. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ya hu ya hu ya da'im, ya hu ya hu ya da'im, Allah ya hu ya da'im, ya da'im, ya da'im, ya da'im, ya Allah ya Halim, ya Halim, ya Halim, ya Allah ya Hafiz, ya Hafiz, ya ya Allah ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Allah ya Aziz, ya Aziz, ya Aziz, ya Allah ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Allah ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Allah ya Ghafur, ya Ghafur, ya Ghafur, ya Allah ya Shakur, ya Shakur, ya Shakur, ya Allah ya Sabur, ya Sabur, ya Sabur, ya Allah ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Allah ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Allah ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab, ya Allah
سلام يا سلام يا الله يا أمان يا أمان يا أمان يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا الله يا حنان يا حنان يا حنان يا الله يا منان يا منان يا الله يا ديان يا ديان يا ديان الله يا سبحان يا سبحان يا سبحان يا الله يا سلطان يا سلطان يا سلطان يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 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 وسلم صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كلنا أجمعين والحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين الماضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضرحتهم المباركة وأعاد الله تعالى علينا من بركاتهم وفيوضاتهم دائما والحمد لله رب العالمين الفاتحة زيادة لشرف نبينا صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين وخدماء شرائعهم وإلى أرواح الأمة الأربعة وإلى أرواح مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية خاصة إلى روح إمام الطريقة وغوث الخليقة خواجة بهاء الدين النقشبندي محمد وسيل البخاري وإلى حضرة أستاذنا وأستاذ أستاذنا وسائر ساداتنا وصديقين وآل ختم الخواجة كان وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وجداتنا وأجدادنا وإلى أرواح الأمة عامة أجمعين خاصة إلى أرواح من نحن في جوارهم من المؤمنين والمسلمين رضا الله تعالى الفاتحة
آمين. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك، وأسبغ علينا من نعمك، وأتمم علينا من فضلك، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، وعضال الداء، وخيبة الرجاء، وزوال النعمة، وفجاءة النقمة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وببركة الصلاة عليه اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين، وعلى حوضه من الواردين الشاربين، وبسنته وطاعته من العاملين، ولا تحل بيننا وبينه يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم إليك نشكو قسوة قلوبنا، وكثرة ذنوبنا، وفساد أعمالنا، وهجومنا على المخالفات، وتكاسلنا عن الطاعات. اللهم ببابك نقف، فلا تطردنا، وإياك نسأل فلا تخيبنا. اللهم ارحم تضرعنا، وآمن خوفنا، وتقبل أعمالنا، واجعل بطاعتك اشتغالنا، وإلى الخير مآلنا، وحقق بالزيادة آمالنا، واختم بالسعادة آجالنا. اللهم إنك عفو كريم، تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. ربي زدني علما. وصل يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد، نور الذات وسره الساري في جميع الأسماء والصفات، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعلنا من المتبعين لشريعته، المتصفين بمحبته، المهتدين بهديه وسيرته، وتوفنا على سنته، واحشرنا في أتباعه الغر المحجلين، وأشياعه السابقين، الوفد المتقبلين، وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين. واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم اعصمنا من شر الفتن، وعافنا من جميع المحن، وأصلح منا ما ظهر وما بطن، ونقي قلوبنا من الحقد والحسد، ولا تجعل علينا تباعة لأحد. اللهم إنا نسألك الأخذ بأحسن ما تعلم، والترك لسيء ما تعلم. اللهم إنا نسألك الاقتصاد في الفقر والغنى، ونسألك التواضع في القول والفعل، ونسألك الهدى والرحمة لنا وللمؤمنين يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء عن أهل باكستان يا ربي، ذاك الطوفان، ذاك الفيضان يا رب العالمين. اللهم أعنهم يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم من رحمتك وفضلك وجودك يا ربي ما تعينهم في ضرتهم وفي بأسائهم يا رب العالمين. آمين آمين آمين. بحرمة طه وياسين، وسلام على المرسلين، خصوصا على سيد المرسلين، وسلامة على الحاضرين والغائبين والمؤمنين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين. تقبل الله. تقبل الله. I got so many requests for dua for Pakistan. آمين. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى help them إن شاء الله. آمين. آمين. Inshallah, a few words. Mm-hmm.
InshaAllah, we're doing suhba now. When Hajja Amma is down here, we do the zikr so she can go back home, and we do the suhba afterwards. But when she is not here, we start with suhba and then zikr as usual. InshaAllah, a few words. I know everybody is tired, but people are expecting few words. We have visitors that came from West Virginia, came from Texas, East Coast, West Coast, North, South. They are asking for a few words of wisdom, and these are not my words, these are the words of Mawlana Sheikh Nazim, our master, the one that has reached the divine presence. He entered the divine presence. Allah subhanahu wa ta'ala has dressed him from his rahmah. Allah subhanahu wa ta'ala has dressed him from his nur. Allah subhanahu wa ta'ala has dressed him from his ilm. That is what we are supposed to do. When you reach the divine presence, you let go of everything that you have. It's not, whatever you have goes out the window. What you get back is from Allah subhanahu wa ta'ala's oceans. So our masters, what they are dressed, are the knowledge, al-ilm of Allah subhanahu wa ta'ala. Nur, not the essence, nur from that ilm. So they are dressed with the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. They are dressed with the wisdom of Allah subhanahu wa ta'ala. They are dressed with the power of Allah subhanahu wa ta'ala. That's why they are called haqqani. That means that they have wujud, they have a physicality or a spirituality, they have an existence that is haqqani. That means from hadratul haqq. That's why when you look at them, as if you are looking at the nur of haqq. When you're listening to them, you are listening to kalamul haqq. When you are looking at them, you are looking at the light and beauty of haqq. It's not there, they are not there anymore. It's not Shah Zaman there anymore, or Nur there anymore, or Faisal there anymore, or Ali or Wali or Hassan or Hussein there anymore. That name disappears. You don't exist in front of the real existence. There's no two. So when Awliyaullah, they reach the divine presence, and when they come out, what they call al-maqam al-fardani, the fardani, I don't know how to say that in English. Probably English people never heard of these stations. Maqam al-fardani, fard, single, or singularity, one. There's no two, one. So when they come out, they are dressed from Allah subhanahu wa ta'ala's divine presence. So their words are what's important, not my words, not anybody's words, the words of truth. And inshallah, we can read few words, not much, few words of Mawlana Sheikh Nazim, Qaddas Allah Surru, where he says, يَقُولُ سُلْطَانُ الْأَوْلِيَاءِ Sheikh Abdullah Daghestani. He says that my master, Sheikh Abdullah Daghestani, says, do you see how he doesn't see himself? That is our weakness. That is our problem. We think when the Shaykh becomes a Shaykh, he has to boast that he is the Shaykh. We think when the Shaykh comes a Shaykh, he has to be proud that he is the Shaykh. He has to confirm that he is the Shaykh. He has to step on others to declare that he is the Shaykh. Whereas Mawlana Sheikh Nazim, when he's saying his suhbas, he's saying, يَقُولُ مَوْلَايَ. He says, my master is saying. He's not saying, I am saying. Where are we from his teachings nowadays? Nowadays, every important one wants to confirm that he is the one. Everybody that thinks that they are in a level or in a station, they have to make sure that world hears about their name. They have to make sure that world sees their face. They have to make sure that world remembers them every day. Why? Why should they remember you? Oh, person, after 2-3 years, you're gone. After 10 years, you're gone. Okay, after 50 years, you're gone. Who is the one that remains? That nur of al-haq remains. So Grand Sheikh, Mawlana Sheikh Nazim, our master, teaches us, don't declare to the world yourself. Declare to the world the one that is above of you. So do you ever declare to the world the one on top of you? Or do you declare to the world you?
you have deviated from the path of tariqah. You say tariqah, you don't understand what tariqah is. Tariqah is the way to declare yourself nothing, not by tongue, by action. Everybody can say, I am nothing, I am humble one. I am very humble. A show, what is your action that confirms that you're humble one? They say words speak louder than actions speak louder than. What declares to the world that you are nothing? Your Instagram pictures declare to the world that you are nothing? Or your Facebook posts? Or your speeches around the world declare to the world that you are nothing? Who declares to the world that you are nothing? Your actions. The first action is to declare yourself speaking from the words of your Shaykh. Mawlana Shaykh Nazim says, Yaqulu Mawlaya al-Shaykh Abdullah al-Daghestani. My master is saying, not him, he is saying. What is he saying? You want to know the value of a human being? Look what he's saying. I said this before, but subhanAllah, this morning came to my heart. I say my heart, mashallah, I have become very inspired. Came to my mind or to my ego. Who knows? Not to the heart. The heart is closed. If the heart is open, you see angels. The heart is closed. Say it came to my mind. Okay, it came to my mind to read this one because this is what's important nowadays. Qadr al-insan. Value of a human being. What is the value of a person? Mawlana Sheikh Nazim is saying that my master is saying Qadr al-insan biqadri matlubih. The value of a human being is measured by the value of what you seek. By the value of your matlub. What is matlub? Target. Target. Goal. What are you seeking in this world? What are you wanting? What are you requesting? That how your value in the divine presence is measured. Are you somebody that likes to surf in West Virginia or South Virginia? There's South Virginia. No, Virginia Beach. Sorry, wrong. You are requesting to be a surfer in Virginia Beach. So you are that. You are just somebody that is requesting to fulfill his desires. Somebody that is requesting to have fun. To be on the ocean surfing. That is your value. Nothing else. That value has nothing to do with the divine presence. Mawlana Sheikh Nazim is saying, whoever is requesting the pleasures of this world, dunya. فَالَّذِي يَطْلُبُ الدُّنْيَا. The one that his target is dunya, means the pleasures. Means let me just enjoy myself. And the dunya is not worth in Allah subhanahu wa ta'ala's presence anything. The value of that person that is seeking to amuse himself is as the value of dunya does not weigh the wing of a mosquito. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has said, this dunya does not weigh the wing of a mosquito. That means the pleasures in this dunya compared to akhirah is nothing. The fun and taste you can get from this dunya compared to akhirah is nothing. The value of this dunya compared to akhirah is nothing. So if somebody is seeking the pleasures of this world, his value is as he is seeking nothing. Nothing. So Grand Sheikh is saying, Awliyaullah, Anbiyaullah have come to human beings to change their direction. Instead of directions being for the pleasures of this world and what it has to offer to you, your direction has to be the pleasures for Akhirah and what Allah subhanahu wa ta'ala has in store for you. What the Creator has created for you on the other side, oh human being. You have to turn yourself from this world to the other world. He says if somebody lives 100 years, 200 years, and all what he did in his life is travel and have fun, eat and drink, and do whatever other animals do, his value is that, and he has wasted his life. Because after a while, your days are over. You have
run after ma'doom, they said, awliyaullah. Talab al-ma'doom. Ma'doom means non-existent. Ma'doom means something that is adam, that is, it will perish. So when you seek this, when you seek what will finish, and you spend your days running after the pleasures of your life, at the end, there's nothing for you. It's finished. But mu'min, awliyaullah, what do? They spend their days in ta'a. They spend their days in obedience to the Creator. They spend their days struggling to keep His orders. The sign of mu'min is the keeping of the orders of Allah subhanahu wa ta'ala. The sign of a mu'min is to do what he ordered and avoid what he forbidden, what he forbid. That is the sign of a mu'min. That is the sign of loving Allah subhanahu wa ta'ala and loving Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, is to do what they have told you to do and to avoid what they have told you to tell, what have they have told you to avoid. That is the sign of hubbullah, as awliyaullah have said. The sign of muhabbatullah. The sign of muhabbatu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, it is to al-amr wa nahi. They say do, you do. They say don't do, you don't do. And there's a very famous way of sentence in Arabic. Inshallah, I can translate it good. فَنَزِّهْ رَبَّكْ وَعَظِّمْهُ مِنْ أَنْ يَجِدَكَ حَيْثُ نَهَاكَ فَنَزِّهْ رَبَّكَ وَعَظِّمْهُ. Glorify and exalt your Lord and put him high so he doesn't see you where he forbid you. Means respect your Lord. Respect Allah subhanahu wa ta'ala. Respect your Creator by making him not see you where he forbid you. أَنْ لَا يَجِدُكَ حَيْثُ نَهَاكَ. So he doesn't find you where he forbid you to be in. Do you understand, Sheikh Ahmed? Sayyidi. نَزِّهْ رَبَّكْ. نَزِّهْ رَبَّكْ. تَنْزِيهْ. تَنْزِيهْ means don't think your Lord is unaware. Don't think your Lord is blind. Don't think your Lord does not see or hear. نَزِّهْ means keep him at the highest level that he sees everything. He hears everything. He knows everything. And I am part of everything. So he knows everything about me. نَزِّهْ رَبَّكْ وَعَظِّمْهُ and glorify him. And لَا يَجِدَكَ حَيْثُ نَهَاكَ. So he doesn't see you, or that he doesn't see you where he forbid you. وَأَنْ يَفْقُدَكَ حَيْثُ أَمَرَكَ. And he is missing you where he ordered you to be. So don't make him miss you where he said, I told you to be here. Oh, my servant, Sheikh Ahmed, where are you? I'm expecting you here. So he missed you. He يَفْقُدُكَ, lost you, he missed you. So don't let him miss you where he wants him to see you. Where he wants to see you, don't let him miss you there. Where he doesn't want to see you, don't be there. Don't let him see you there. That is the sign of muhabbatullah. If you love Allah subhanahu wa ta'ala, you make sure you are not in a place that he has told you, don't let me see you there, oh my servant, who's shaitan and his entourage. Yeah. And if he told you, be with my awliyaullah in worship, in ibadah, where are you, oh Sheikh Ahmed? Are you on the Detroit River? Watching the boats? Yeah. Do you watch the boats? A nice view? Not the big boats, no, the nice boats. Oh, with the people on top and oh, they're having fun. Do you like to watch these kind of things? You like, yeah. And you put your sunglasses too, so nobody sees where you're looking at. Yeah, very good. Very good. May Allah forgive all of us. That's why Mawlana Sheikh Nazim told me one time, don't put sunglasses. I don't put sunglasses. Why? He says so people see where you're looking at. Because they have the shades that reflects. Nobody sees where you're, it's mirrors. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ. Allah subhanahu wa ta'ala in Holy Quran, He says, I know the betrayal of the eyes.
Are you afraid that Allah subhanahu wa ta'ala is looking at your eyes where they're looking at? Or you don't care? That is the iman. The iman, that's why the iman has levels. Some people say, yeah, I believe in the Creator, but I do what I want. Some of them, they say, I'm afraid that the Creator will know my intention. I didn't do anything yet. That's what they call khatir. The idea that flies through, let me do this today. You didn't do it yet. It's just a waswasa from shaitan to do a bad thing. You didn't even confirm it yet by heart. It just flew by. A mu'min, a real mu'min, is afraid of that one too. He says, Ya Rabbi, it's out of my hands. That is shaitan putting bad thoughts in my heart. Make me away from him. Make me from your servant, that he has no power over them. Amen. Allah subhanahu wa ta'ala promised in Holy Quran, Inna ibada, inna ibadi, laysa laka alayhim sultan. Inna ibadi, certainly, verily, my ibad, my servants, you have no sultan over them, no power over them. Illa man ittaba'aka min al-ghawin, except the ones that follow you from the deviated one. There are a lot of deviated ones out there nowadays. They follow shaitan and what he whispers. But mu'min knows that it is from shaitan, that Allah subhanahu wa ta'ala does not order badness, does not order evil. A true mu'min harms no one. A true Muslim harms no one. A true Muslim, as Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, is man salama al-muslimuna min yadihi wa lisani. A true Muslim is the one that people are safe from his tongue and from his hand. Al-Muslim. True Muslim, true mu'min harms nobody. He is good to everyone. And by following the path of awliyaullah, our goal is on pleasures of this life. There's so much more on in akhirah. You can get that too. Promised you there. But we want Allah subhanahu wa ta'ala. So the value, your value, oh human being, if you want to know the value of your husband, if you want to know the value of your wife, if you want to know the value of your children, the value of your cousins, the value of your community, the value of your parents, see what is their request. What are they requesting in this world? Are they requesting the door of awliyaullah? Are they requesting the door of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Are they requesting the pleasure of Allah? If they are, then they are important and valuable ones. Are they requesting the surfing? Are they requesting the scuba diving? Are they requesting the boat watching? Then their level is that. Then you know who is valuable and who is not. Try to be from the valuable ones. Try to follow what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has given us. Try to follow what Allah subhanahu wa ta'ala has ordered us. And Allah subhanahu wa ta'ala will save you here and hereafter. They want safety. Safety by asking Allah subhanahu wa ta'ala and directing themselves to Him. And inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala will save all of us from any hardship that is upon us, Ya Rabbi, especially the people of Pakistan and the others, Ya Rabbi, all the Muslims around the world, Muslims and non-Muslims, Ya Rabbi. Whatever has befallen on human beings, Ya Rabbi, we are asking with your rahmah, with your fazl, by the mercy and shafa of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lift that, Ya Rabbi. Make this world become a good world. Make this world become a peaceful world. Take away these bad ones, bad apples. They have rotted the whole earth, Ya Rabbi. They have filled this earth with their stink. Ya Rabbi, take them away. Replace them with good ones, Ya Rabbi. All of our leaders, may Allah subhanahu wa ta'ala guide them to the good work for their communities and for their nations. Ya Rabbi al-Alamin. Nas'aluka min fadlika wa rahmatika, Ya Rabbi. And guide the kings, Ya Rabbi. Guide the presidents. Guide the prime ministers to your path, Ya Rabbi. When they are on good path, Ya Rabbi, goodness will come, inshallah. When they are on the bad path, Ya Rabbi, you shelter us from your punishment. Ya Rabbi al-Alam. Bi hurmat al-Habib sallallahu alayhi wa sallam wa bi hurmat al-Fatiha. Ameen. Ameen. Taqabbal Allah. Taqabbal Allah. May Allah make us from the valuable ones, the ones that are seeking Him. Ameen.